فيني أحكي بداية إنه المناصرة هي بعد ما تعلمت من الدكتور هاني إنه هي تاريخيا قديمة جدا، بس كأدوات كعلم بعد ما انكتبت واندرست لا تتجاوز عمر المناصرة 9 سنوات، وصارت حاجة ملحة اليوم بواقعنا بالعمل الإنساني. السبب إنه معظم المانحين عم تكون دول غربية، فهمهم لواقعنا ولثقافتنا هو بعيد جدا، فنحن نحتاج ليس فقط للاستجابة بل نحتاج إلى تغيير شكل السياسات التي تفرض علينا من المانحين. فالمناصرة هي عدة عمليات قد يقوم فيها أفراد أو قد يقوم فيها مجموعات أو قد يقوم فيها جميع، وغالبا لازم يقوم فيها خبراء. السبب ليش بنشتغل بالمناصرة هي لتغيير سياسات لدى المانحين أو لدى صناع القرار، لأنه قد تكون مناصرة مو فقط لتغيير سياسات المانح، قد تكون مناصرة لتغيير سياسات معينة تؤدي إلى ظلم في المجتمع. وغالبا نحن نستخدمها لأنه في تقصير من أصحاب القرار، في تقصير في فهم لواقعنا ولثقافتنا. لهذا السبب نحن نحتاج اليوم بعد هذه السنوات من العمل لا استخدام مناصرة جنبا إلى جنب مع عملنا الإنساني، لحتى نتأكد في حال نحن انتهت عملية الاستجابة الطارئة صار نتأكد من ديمومة وجود أو الأشخاص المتضررين عم يحصلوا على حقوقهم، من ديمومة حصولهم على حقوقهم لازم نتأكد أن السياسات المحلية هي معدلة بشكل جيد وتناسب حقوق الأشخاص المتضررين. وهناك نوعين من المناصرة، مناصرة بناء على أساس حقوقي ومناصرة بناء على أساس الاحتياجات، ونحن بالمنظمات الإنسانية نستخدم الاثنين. قد يكون هناك فهم خاطئ من المناصرة حسب تجربتي وحسب التدريبات اللي عملتها، دائما عم تنفهم المناصرة أنه الهدف منها هو تجميع الأموال، وهذا بعيد كل البعد عن واقع المناصرة. تجميع الأموال قد تكون المناصرة هي جزء من تغيير سياسات التمويل، لكن هي ليست على الأكيد ليست هي المناصرة تجميع الأموال أو زيادة التمويل لقضية معينة. يعني بحب أحكي لمتابعينا كمان اللي مهتم بعملية المناصرة والتعرف أكثر يتأكد إنه هو عم ينطلق بالمناصرة من الأشخاص المتضررين أنفسهم بتحليل احتياجاتهم، وهنن والمناصرة الأقوى حسب التجربة هي التي يقودها المتضررين أنفسهم بتوجيهات من المختصين.